السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ونادي كل الستات. معكم مروة حماد، والنهاردة هنعمل الوصفة بتاعة الآيس كافيه أو النسكافيه المثلج بكل سهولة، أسهل من المرة اللي فاتت. اتفضلوا معانا. المكونات الأساسية نسكافيه ومية. أنا عملت 2 باكت نسكافيه في حبة مية صغيرين، يدوبك يعملوا لي 4 مكعبات من التلج. لازم تكوني حاسبة الموضوع كويس عشان ما تعمليش كمية كبيرة ويطلع النسكافيه بتاعك خفيف. هصبهم في المكعبات بتاعة التلج وهدخلهم على الفريزر. بس كده، دي أهم خطوة، ويبقى كده احنا خلصنا. مفيش أسهل من كده. مجرد النسكافيه دوبناه وحطناه في الفريزر لما جمد مكعبات، ولبن سائع، وطبعا لبن مكثف. لبن مكثف اختياري مش اساسي، بس هو بيخلي القوام بتاع الايس كافيه تقيل شويه وبيديله طعم لذيذ اكتر. نشوف بقى الطريقه. هنفضي مكعبات النسكافيه في المج بتاعي وعليهم اللبن المكثف. وبعدين اللبن الحليب طبعا سائع، وما فيش اسهل من كده. نسكافيه او ايس كافيه بسهوله جدا 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 اتعمل، ما خدش مننا ثواني. الحكايه كلها انك هتجمدي قوالب النسكافيه في الفريزر، ما تبناش حاجه مش متوفره غير اللبن المكثف، وطبعا احنا عاملينه في البيت قبل كده مع بعض. بالف هنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك، بيفرق معانا كتير دعمكم لينا، واي كومنت ان شاء الله واستفسار هنرد عليه. الدل على الخير كفاعله. شير وقولوا لاصحابكم على القناه.